مقناصنا في ديرة العز والخير من الرويس أجنب الجو السلامة فيه اجتماع أهل الوجيه المسافير أهل الوفا وأهل الكرم والشهامة عسى السحاب اللي قنوفه مزابير ينشي على الدوحة ويمطر غمامة وتفيض رضانه بخترية ونوير وتكسيه من لون الربيع العلامة ويطيب راعي الكيف الملاعب الطير كل على شفه يبني خيامه الوسم بكر والحباري معابير وكل على ما قيل يكرب حزامه تستاهل يا ابو راشد كل الجيش كل الجيش كل الجيش سمينا الجيش خلاص جيش وما تبتلوه عاد يستاهل ابو عيسى يستاهل يستاهل خير يا ابو راشد تستاهلون والله يفكر ان شاء الله شوي على ساحه هذا صيد اليوم يا جماعة عينها إبراهيم العيسى وهدت عليها طيري الفرخ وصاد والحمد لله
سميت الجيش. مساء الخير الله يرحم والديك. بس بيكون تحت موت نفس هذه خلاص حطها فوقها ما عندها مشكلة. نديم حمدان كيف الحال؟ مرحبا الله حيك. طيب خير جعلك خيرك وخير الله يرحم والديك الله يسلمك الله حيك الله يبقيك نورت مكانك ما يحتاج محلنا الله يسلمك الله يرحم والديك بشر علوم قنصت وحصلت شيء والله ما شاء الله يا سالم العلوم زين السنه ما شاء الله اليوم فريق الابراهيم هدنا على واحد اللي هم ربعنا وفريق مريح على الخير حاليا اعتقد هدينا على 5 ما شاء الله يعني صوابنا منين لفه قويه ما شاء الله كل يوم ما شاء الله عدد الشباب مستانسين متنومسين كلهم الحمد لله الحمد لله بعدي 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 وعلوم كنت ما هديت ما شفت حبارة للحين والله للحين انا كنت مجهز حق المسابقات ايه يعني هذه الطيور كلها حق مسابقة والله عندي شاهين حق الكراوين والباقي حق المسابقة لكن الشباب إذا عندهم شيء مرينا صوبة من تفرج والعيننا شيء هدينا ولا ندينا حد من ربعنا بادي لا لا الله بيرزقك إن شاء الله آمين إن شاء الله هديت أنت القراص على شيء من الكراوين أول وقت إيه هديت هني في قطر هديت على 2 والسعودية هديت على 10 ما شاء الله زين يعني استانس غير والله غيرنا جو تغيير جو لأن قبل البطولات ما تقدر لازم تزرق لك السعودية شوي غير جو وتعود يعني شغلك الحين بطولة والله أنا شغلي أكثر شيء مركز عليه مسابقات عندي فروخ وعندي قرانيس العامية يعني كم طير حاليا تدعي يوميا تقريبا أدعي لي حول 12 طير 12 صبح وعصر ولا صبح وعصر صبح وعصر في بعض الطيور الصبح وبعضها العصر زين
شيء جديد يدخل مفاجأة الموسم؟ والله كل سنة جايبين لنا مفاجأة. والله بإذن الله عندي فارخ بيكون مفاجأة السنة إن شاء الله. مفاجأة إن شاء الله. وعندي قرناص بعد طيب، وهذه القرناص كل سنة الحمد لله يأخذ لها بطولة. الحمد لله. الحين تنصح وش تنصح الشباب خاصة اللي ما عنده وقت فراغ؟ والله صراحة أنا أنصح الشباب اللي عنده وقت فراغ وهو راعي طير وحاب الهواية يتوجه على الطيور، على المسابقات. يعني أنصح المسابقات فيه جو حلو، منافسة، يتنومس بين الرجاجيل، فيه أمور طيبة يعني. وعندك ما شاء الله السنة في بطولتين، قالوا بطولة صفري والبطولة الثانية تنشيطية. هاي إن شاء الله بداية 11 ونهاية 11. ونهاية 11 وفيه 6-12 اللي هي ذخيرة. بطولة البرثة. وإن شاء الله نخلي الجمهور يصفق السنة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Mm-hmm.
صلوا على محمد رسول الله. خلصوا. لا إله إلا الله. صلوا على محمد رسول الله. إيراني من يسوق. عشرين ألف. 21 ألف. 22 ألف. 23 ألف. 23 ألف. الحين عليهم. 23. أبيع. 24 ألف. 25.
والله القصة واضحة، شوفت عينك هد أحمد جراس شاهين بكر وتلاحق معها ما شاء الله فوق في الجو روق وخذ ريش وصاد. استاهل استاهل طير. أيام الحبارة عبد الوهاب بن سعد الهندي وهديت عليها الجراس الشاهين ما قد وفقها العام، والله كتب نصيب، لكن السنة الحمد لله هديناها على الحبارة والحبارة حقها وصاد، والحبارة بعد طلعت لهم خروسة شوي. الله يعطيكم العافية وصلكم على القوة إن شاء الله. الله يبارك فيك. طال مجلسكم الطيب. جزيل الشكر لغناة الريان صراحة. بيض الله وجهك. ما قصروا.